الله مش مسؤول في شركة كبيرة لا يقابل إلا التجار المهمين. الله مش صاحب مصنع راقي منتجاته غالية لصفوة المجتمع والبسطاء ملهمش فيها نصيب. الله ما عندوش سباق صعب لا يفوز فيه إلا أصحاب القوة والهمة، والضعيف يطرد. الله اسمه الواسع الذي وسع الجميع. الله للغني والفقير. الله لصاحب الهمة والقليل العبادة. الله للقادر والله للضعيف العاجز. وسع الجميع عطاؤه، وسع الجميع برحمته وعطفه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسع الجميع بعفوه، قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أيام غزو التبوك مش كل الصحابة كان عندهم عربيات دفع رباعي، أقصد الرواحل. أنت عندك جمل زي العربية العادية دلوقتي، وعندك حاجة اسمها راحلة اللي بتسافر في الصحراء. مش كل الصحابة عندهم الراحلة. فساد الحزن في كثير من البيوت، مش هيقدروا يطلعوا مع سيدنا رسول الله لحرب تبوك 1000 كيلو بعيد عن المدينة. فينزل القرآن يقول الله يقبل الجميع اللي حوله. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. روحوا بعياطوا مش قادرين يطلعوا، ما عندهمش الرواحل. وسيدنا النبي يمشي في غزوة تبوك، وفي وسط الطريق يبص للصحابة اللي معاه يقول لهم: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. رغم إن هم في المدينة، إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. الله للجميع، للي قادر، الغني اللي قادر يساعد، وللبسيط اللي بنيته بيساعد. كل سنة في رمضان لما نتقابل مع بعض نروح الدرس ونصلي التراويح ونخرج حاسين بالقرب والرضا من ربنا. ممكن حد يكون عيان في رمضان وتضعف قوته، بس الواسع هيقبله. قال صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما. لما حالك بيتغير سواء بالمرض أو بالسفر فعبادتك تقل، ربنا يكتب لك اللي كنت بتعمله وانت في أحوالك الطبيعية. فهو بيسع اللي أحواله طبيعية وبيسع اللي أحواله متغيرة، عشان كل واحد يعرف يقرب لربنا ضعفت همته أو قويت. انت ليك مكان جنب الصالحين لأن الواسع بيقبل الجميع. درجة أن سيدنا رسول الله وسع قوي أبواب الأعمال الصالحة، فقال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد معوش فلوس يتصدق؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع، شوف الدائرة بتوسع إزاي، فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: فليعين ذا الحاجة الملهوف يساعد غيره. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يعني شوف، طب لو سمحت ما تعملش بس الشر النهاردة كأنك تصدقت. والواسع يقبل الجميع، حتى اللي ما عملش خير النهاردة بس ما أذاش حد. هتنبهر بعطاء الواسع يوم القيامة، وهتتفاجئ قد إيه ميزانك تقيل لأنك بتعبد الواسع. ومن ضمن عبادتك لله باسمه الواسع أن تتخلق بهذا الاسم، إن يسع قلبك مسامحة الأخطاء اليومية اللي بتحصل من المقربين بسبب كثرة الاحتكاك، إخوات، أزواج، عيال، والدين. سعة المسامحة مع سعة التعامل. إن يسع إنفاقك المحتاج من الأقارب والملهوف حتى لو كان ما تعرفوش ووضع في طريقك، خلي عندك سعة على قد ما تقدر. ليسع صدرك سماع شكوى من أراد أن يشكو إليك وملوش غيرك. يبقى أنت كده عرفت الواسع وتخلقت باسم الله الواسع، وهذه عبادتك في أسماء الله الحسنى، معرفة الله بها ثم التخلق مع الخلق بها. فاللهم اشملنا بواسع رحمتك، واقبل توبتنا بواسع مغفرتك، وارزقنا من واسع خزائنك.